تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، تنظم جمعية مصارف البحرين يوم غد الثلاثاء الاحتفالية الرئيسية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وذلك بحضور قائمة مختصرة من كبار المسؤولين والقيادات في القطاع المالي والمصرفي في المملكة، على أن تتم مراسم التقديم والتكريم وغيرها عن بعد، وذلك حفاظا على صحة الجميع. هذا ويعتبر القطاع المصرفي البحريني من أبرز القطاعات التي شهدت ازدهارا كبيرا ولازمتها الريادة ورافقتها التميز على مستوى المنطقة والعالم أجمع منذ تأسيس المملكة وحتى اللحظة، حيث أكد مجموعة من المختصين في المجال المصرفي على عظيم الدعم الذي يحظى به القطاع من قبل القيادة الحكيمة، إلى جانب ما يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من دور واضح في الدفع بهذا القطاع إلى الأمام والحفاظ على أدائه القوي وزيادة الثقة به عبر سياسات اقتصادية ومنظومة تشغيلية شاملة ومرنة، الأمر الذي يعكس قصة نجاح المجال المصرفي في البيئة في البحرين والبيئة الخصبة التي ينمو في ربوعها وحصده للعديد من الإنجازات التي يتم قطفها من خلال التطور المستمر ونهضة الصناعة المصرفية في البحرين.